شهدت مدينة التربة بمحافظة تعز أمس الأربعاء عرضاً عسكرياً احتفاءً بالعيد الوطني 57 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وجرى العرض في معسكر العفا بمنطقة الأصابح بحضور قيادات عسكرية ومشاركة وحدات من الشرطة العسكرية. ويأتي العرض ضمن فعاليات شهدتها محافظة تعز ابتهاجاً بذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. نحتفي بهذه المناسبة للذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر، ذكرى لها أثر عميق في قلوبنا وهو التغلب على قوى الاستعمار والإمامة وبداية نصر مشرق للشعب اليمني واليمن وقاطبه. ها هو التاريخ يعيد نفسه، نحتفل في هذا اليوم بأحرار من كانوا بالأمس أحرار، يعني من كانوا أحرار الأمس هم أحرار اليوم. الذكرى تعيد نفسها، تعز الصامدة ها هي تحتضن الفعالية التي ضحت بالعديد من الشهداء، ولسان حالها يقول للأبطال والصمود: الأرض الحياة بلا أبطال لا وزن لها، والأرض بلا شهداء لا يمكن أن تنبت إلا الخور والهزيمة. الروح فينا سافرت، أما التراب فلن يواري غير ما حمل الكفن. نحن أحرار الأمس ونحن أحرار اليوم، وسنصمد حتى نستعيد التراب المسلوب وجمهوريتنا.